صباح الخير. صباح النور. اليوم درسنا هو العناية بالحاسوب. كيف نعتني بالحاسوب؟ من يقولي كيف نعتني بالحاسوب؟ يلا معي اشرحي لنا أهم النقاط العناية بالحاسوب. أول نضع الحاسوب على طاولة مستوية. عفية. ثانيا عندما نمسح الغبار عن وجه الحاسوب. أضع الغطاء على الحاسوب. مش وقت نضع الغطاء على الحاسوب؟ عند الانتهاء من استخدام الحاسوب. عفية. ثالثا رابعا أبعد الحاسوب عن أشعة الشمس والمطر. ومين نحمي؟ من الحرارة والبرودة. عفية. بعد لا شنو؟ لا أكل لا أشرب أثناء استخدام الحاسوب. عفية. والنخبة الأخيرة أحرص على الهدوء ولا ألعب عند استخدام الحاسوب. كلنا نصفق لها المريم. راح أوضح لكم درسنا اللي قالته زميلتنا مريم بالصور. هسه اللي قالت أول نقطة أضع الحاسوب على طاولة مستوية، يقصد بالطاولة المستوية يعني طاولة عدلة. شوفوا بهذه الصورة، هذه طاولة وضعين الحاسوب على الطاولة المستوية. نقطة رقم 2 هذه البنية تشوفوها تسوي تمسح الغبار. أمسح الغبار عن الحاسوب وأحافظ على نظافته. نقطة رقم 3 أضع الغطاء. شفت نغطي الحاسوب؟ على الحاسوب عند الانتهاء من استخدامه. أنا من أخلص استخدام الحاسوب نضع الغطاء عليه. نقطة رقم 4 ضعوا لحظة هذه الصورة. أبعد الحاسوب عن أشعة الشمس والمطر. مين أبعد الحاسوب؟ عن أشعة الشمس والمطر. وأحميه. مين نحمي الحاسوب؟ من الحرارة والبرودة. من الحرارة والبرودة. هذه هنا الصورة، هذا الولد ايش يسوي؟ هذا ميز الطعام بعيد عن ميز استخدام الحاسوب. من يريد ياكل يروح على الميز المخصص للاكل، ما يصير نجيب الاكل وين؟ يم الحاسوب. لا اكل ولا اشرب وانا استخدم الحاسوب. النقطة الأخيرة احرص على الهدوء، نكون حريصين على الهدوء ولا العب بالقرب من الحاسوب. هنا عندك نشاط عليك تحله. لون الصورة، عندنا كم صورة؟ كم صورة؟ اثنين. صورتين. السؤال يقول لون الصورة التي تبين عنايتي بالحاسوب. يا صورة اللي تبين عنايتي بالحاسوب، الصورة الأولى ولا الصورة الثانية؟ أولى. يعني احنا من نلونهم نلون صورة واحدة، ونلون اثنيناتهم لأن اكو صورة صحيحة واكو صورة خاطئة. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم.